قامت وحدة الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى السلطان قابوس بصلالة الندوة السنوية الثانية للأمراض الجلدية بمشاركة 130 من الفئات الطبية والطبية المساعدة بالقطاعين الحكومي والخاص من مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة، وذلك لتعزيز الثقة بالرعاية الصحية الأولية. أرتأت وزارة الصحة والمتمثلة في المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة ظفار في إقامة هذه الندوة بهدف رفع كفاءة العاملين في الرعاية الصحية الأولية وإطلاعهم على ما يستجد من المهارات الأساسية المتعلقة بالأمراض الجلدية، مما يمكنهم من التعامل مع الأمراض الجلدية الشائعة في الممارسة اليومية.